عودة من جديد إلى سركيس تشبريان المحلل في إكويتي جروب. أهلا وسهلا سركيس. ودعنا بدأ نبدأ بالبنك الأسترالي والاحتياط الأسترالي الذي قام بتثبيت الفائدة وعند أدنى مستوياتها تاريخيا. يعني كيف نقرأ ذلك؟ هناك دول ناشئة تعمد على زيادة معدلات الفائدة، ودول مثل أستراليا تعمل على ترجيعها حتى إلى مستويات تاريخية. وألمح الاحتياط الأسترالي إلى أن ذلك قد يستمر حتى العام 2024. بالفعل نلاحظ بأن هنالك كما تفضلت اختلاف بين البنوك المركزية في العالم من حيث توجهاتها. فالبنوك المركزية في الدول العظمى مثل الولايات المتحدة، منطقة اليورو، بريطانيا، كندا، كلها تتوجه بشكل عام للحفاظ على مستويات فائدة متدنية جدا، إلى جانب الاستمرار بتحفيز الاقتصاد من خلال برامج شراء أصول وبرامج تيسير نقدي كبيرة جدا. اليوم قرر بنك أستراليا المركز أو الاحتياطي الأسترالي أن يثبت سعر الفائدة عند 0.1%، وهذا المستوى هو الأدنى تاريخيا. وأيضا رغم أنه خفض من برامج التيسير النقدي من 5 مليار أسبوعيا إلى 4 مليار دولار أسترالي أسبوعيا، لكنه أيضا مدد من فترة برامج شراء الأصول وبرامج التيسير النقدي لما بعد شهر سبتمبر المقبل. هذا يدل بأن أغلب البنوك المركزية في الدول العظمى والكبرى مستمرة بتحفيزات الاقتصاد، وهنا الكلمة المحورية هي التضخم. في الدول العظمى من المرجح أن تبقى مستويات التضخم نحو الأسفل قليلا بعد أن ارتفعت بشكل ملموس خلال الفترة الماضية. بالولايات المتحدة ارتفع التضخم إلى 5%، لكن يعتقد الفيدرالي الأمريكي وتشير التوقعات أيضا لاحتمال بعض الانخفاض فيه. في أوروبا، بريطانيا التضخم ما زال حول 2%، وأيضا في اليابان عند سالب 0.1%، وهذا كله يستدعي استمرارا في سياسات التأني بما يخص سياسات النقدية المستقبلية. أما في الدول الناشئة فهنالك منذ الآن ارتفاعات ملموسة في مستويات التضخم، نتحدث عن مستويات فوق 6%، الهند، روسيا أكثر من 6%، عندنا في البرازيل أكثر من 8%، تركيا وصلت مستويات التضخم إلى أكثر من 17%، وهذا ما أجبر البنوك المركزية في عدة دول رفع الفائدة. شهدنا 5 رفعات في الفائدة الشهر الماضي، وقبله أيضا شهدنا رفع بالفائدة من البنوك المركزية لدول ناشئة، وهنا التضخم هو الحكم. بما أن التضخم مستقبلا من المتوقع أن ينخفض في الدول العظمى، لذلك من المحتمل أن تستمر الدول العظمى مثل الفيدرالي الأمريكي بسياساته التحفيزية، حتى لو سمعنا بعض التغير في لهجة الفيدرالي الأمريكي، لكن في نفس الوقت من المتوقع أن تطول فترة التحفيزات الاقتصادية. حتى الفيدرالي يتوقع حتى سنة 2023 ليتم رفع الفائدة، وهذا يعني بأن أمامنا فترة طويلة. وهنا يكمن الخلاف ما بين الدول الناشئة والدول العظمى، والفرق بينهما هي بتوقعات التضخم الذي قد يرتفع كثيرا في الدول الناشئة، بينما قد يبقى مستقر مرتفع نوعا ما لكن أكثر استقرارا في الدول العظمى. جيد. طالما نحن نتحدث عن البنوك المركزية في العالم، دعنا نعرج على الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، والذي ألمح في لهجته إلى أنه قد يعمد إلى رفع مستويات الفائدة في العام 2023، وإن كنا في انتظار نحن محضر الاحتياط الفيدرالي الأمريكي غدا الأربعاء. حدثني عن تأثيرات كل ذلك على مسار المؤشرات والأسواق الأمريكية التي تسجل مستويات قياسية. بالفعل كما تفضلت ننتظر يوم غد محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو الاجتماع الذي ثبت فيه الفيدرالي سياساته النقدية بأسعار فائدة متدنية قياسيا وبرنامج شراء أصول عند 120 مليار دولار على الأقل. يوم غد سيتابع المتداولون كيفية تغير لهجة الفيدرالي أو من هم الأعضاء وكيفية رؤيتهم للتوقعات المستقبلية. فتشير التوقعات إلى احتمال رفع الفائدة مرتين في 2023، لكن ما هي الشروط التي استدعت الإشارة لهذا الرفع بالفائدة قد يكون محور مهم في محضر اجتماع يوم غد، وكذلك بالنسبة لبرنامج شراء الأصول. هل سوف يتم خفض برنامج شراء الأصول هذه السنة، وأقصد هنا في الربع الرابع، أم سوف يستمر طوال هذه السنة امتدادا لعام 2022 بشكل عام؟ أسواق الأسهم الأمريكية حاليا تستفيد
بشكل كبير من التعافي الاقتصادي المستمر في الولايات المتحدة وتوقعات نمو الاقتصاد بواقع 7% بحسب توقعات الفيدرالي نفسه، وهذا يعطي دفعة لأسواق الأسهم ومع تواجد سياسات تحفيزية من الفيدرالي. حتى لو خفض الفيدرالي برامج شراء الأصول، حتى لو قام أيضا عام 2023 برفع الفائدة، فكل هذا يقع ضمن سياسة تحفيزية قد تكون داعمة أكثر لأسواق الأسهم. سركيس، يعني تحدثنا قبل قليل عن الاحتياطي الفيدرالي وتأثيراته، دعنا نتحدث عن الذهب الذي لامس 1800 دولار للأونصة، والذي تتزامن ارتفاعاته مع ارتفاعات النفط الاستثنائية اللافتة. هل ثمة علاقة سركيس؟ بالتأكيد هنالك علاقة واضحة بين تحركات أسعار الذهب والنفط، خصوصا عندما نشهد حركة كبيرة بأسعار النفط خلال فترات زمنية قصيرة. الكثير من المحللين يعتقدون بأن الذهب مرتبط في مستويات التضخم، وهذا صحيح، لكن يجب أن ننظر ونعلم بأن ارتباط أسعار الذهب بالتضخم ليس بالتضخم الحالي، بل بتوقعات التضخم المستقبلية. الآن بالنسبة للنفط، يعتبر هو المحرك الأساسي للتضخم، كون النفط هو المحرك أيضا لأسعار الوقود والمشتقات النفطية، وتنعكس أيضا أسعار النفط على مشتقات والمدخلات للمصانع، وبالتالي أيضا تنعكس على أسعار السلع النهائية على المستهلكين. والارتفاع السريع الذي شهدناه بأسعار النفط قد يؤثر وبشكل ملموس في التضخم خلال المستقبل، خلال الشهر المقبل أو حتى هذا الشهر، فالارتفاعات في أسعار النفط ستنعكس بلا شك على شكل ارتفاع في الأسعار، وهنا يأتي دور الذهب. بما أن الذهب هو الغطاء والتحوط المفضل لدى عديد من الجهات ضد مخاطر التضخم، فارتفاع أسعار النفط السريع بما أنه قد يتسبب ارتفاع التضخم، بالتالي يتم شراء الذهب لتغطية هذه المخاطر. فالعلاقة ما بين الذهب وحركة النفط متواجدة، لكن يشترط فيها أن تكون الحركة سريعة في أسعار النفط خلال فترات زمنية قصيرة، وهذا ما نشهده حاليا بالفعل بتداول أسعار الذهب اليوم على ارتفاع أعلى من 1800 دولار للأونصة الواحدة. شكرا جزيلا لك سركيس تشوبريان، وأنت المحلل في إكويتي كوب، شكرا جزيلا لك.